سعد باستضافة الشاب شاهين فيرونا. صباح النور شاهين. صباح النور، على السلامة. فرحان بتواجدي بينكم في قناة الوطنية. نشكركم على الاستضافة هذه الطيبة. شرفنا بحضورك. صافا تربي يعيشك، شرف لي. شكرا. الحمد لله. نعم الحمد لله. نعم اكيد شاهين، نعرفوا انه انت فنان ممثل. بداية لو تحكي لنا على نفسك اكثر، كيفاش بديت، ربما حتى الطابع اللي انت تغني به. الوغ البداية كانت في 2011 في لوستيل زنقاوي، دونك اللي راهو متطور دوكا راهم يسميوه زنقاوي. على ليبوك كانوا دي جروب يغنوا، ما كانوا سولو، كانوا باند، كانوا دي جروب زوج ثلاثة أربعة. دونك أغاني تشجيعية للفرق في البطولة الوطنية. نعم. اون بليس دو سا يغنوا مواضيع اجتماعية، يعالجوا مواضيع اجتماعية وكذا. فوالا. دونك طبيعة ناجح يعني. منه خرجت زنقاوي افكتيفمون. نعم. وناجح ولقى كثير من الجماهير. راوت. فوالا افكتيفمون. دونك اون 2015 تفرقنا. بون تحياتي لكاع اعضاء جروب فيرونا ستار. تفرقنا اون 2015 وكل واحد واش هو يدير. دونك انا فضلت اني نكمل اون سولو. شويه راي، شويه شرقي، شويه زنقاوي. سي لوجيك، ما تسمحش في الطابع اللي بديت منه. جربنا شويه تمثيل. دونك كنا نديرو دي بودكاست مع جروب هكايا. اي بوي مازالني دوكا راني كومباتي باش نلحق ان شاء الله. نعم انت كما قلت انك بديت في الطابع الزنقاوي قبل ما يتسمى باسم الزنقاوي، اللي راهو يعني رائد جدا خلال ربما السنوات الاخيره او خلال 3 سنوات الاخيره اقول. وش رايك في هذا الطابع؟ هل تحس انه صح هذا الطابع راهو يعالج قضايا من ربما الواقع الجزائري، او انه ربما فقط من اجل التجاره ومن اجل انه ربما كما نقولوا الكوميرسيال؟ ما نخبيوش على روحنا، حتى شوف الكوميرسيال حتى في الراي، حتى في كاع الطوبع، فهمت؟ الكوميرسيال يدخل فيها. دونك من ناحيه انه يعالج مواضيع اجتماعيه، هذه تولي كاتب الكثره المستمعين تاعو، فهمتني؟ اللي يتلقاو فوالا كثره الجمهور. دونك انا من وجهه نظري انه يعالج كومام. فيها بزاف يتحدث عليها بزاف مواضيع. وش رايك يعني في الاصوات اللي راهي تادي هذا الطابع؟ شوف هو طابع من الناحيه الموسيقيه ما شاء الله، ولكن شفنا كثير من الاصوات اللي نقولوا ناجحه في نقولوا ناجحه في هذا الستيل هذايا. بصح الروبوتيك يلعب دور كومام. الاوتوتيون الروبوتيك فوالا يلعب دور. ممكن تذكر لنا على سبيل المثال الاصوات اللي تحبها في 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 في, في الزنقاوي، او وحتى الاصوات الاضعف؟ لا والله شوف، من ناحيه الاضعف باش ما نديروش مشاكل مع الناس ما نقدرش نقول لك، ولكن تقدر تقول الاغلبيه. شوف هما اللي راهم ناجحين، نذكر على سبيل المثال محمي رانو ما شاء الله، وهذا كلام واداء كل شيء يعني، حتى الكليب ما شاء الله. فوالا نقولوا شاب واحد من اكفاء الاصوات اللي كان في طابع سطايفي. طابع سطايفي ومن بعد كريا الراي سطايفي. فوالا ومن بعد دخل الزنقاوي. ما شاء الله، هذوما الاصوات اللي تقدر تقول انا يقنعوني. نعم. طيب اليوم اكيد نعرفوا انه طابع الزنقاوي اكيد اللي تحبوا توجهوا به رساله الى المجتمع، يعني مش فقط كلمات، اداء، كل شيء. ربما حتى نشوفوا اليوم الجمهور راه يتقرب اكثر من هذا الطابع. تفضل حبيت تقول شيء؟ لا هو صح. نعم. هو الانجح من بين الطوبع اليوم، حتى الاغنيه الراياويه راه فيها تراجع كبير. ولكن نكمل لك فقط سؤالي شاهين، للاسف كاين اللي راهم يتوجهوا لهذا الطابع، ولكن بمجرد نقدر نقولوا انه اصبح شائع.
فوالا ولكن سيكتاني. ربما يعني نلقاوهم يقولوا صح. اي شيء سواء من ناحيه صح. الكلمات الاداء فوش رايك يعني حتى ربما اسمح لي فقط حتى ربما يشوهوا يعني سمعه هذا الطابع اكيد يتشوه لما تدخل المجال ماشي مجالك اكيد انك راح تشوهه شفنا كثير من الاصوات بمجرد انها سمعت فلان وفلان داروا روايات كبيره وما يحاولوا التقليد يعني يقول لك ربما لا نجرب انا حتى يغنوا ربما اغاني تلقى فيها اكور او اثنين فقط كل الاغنيه فيها دوز اكور حتى الكلام عنده حتى معنى يعني لصق لكن ربما السؤال اللي يطرح نفسه وش هو السبب اللي خلى هذا الطابع الزنقاوي انه يسود في الجزائر وخلاه ربما الاكثر جماهيريه شوف الليونه في الكلام فهمتني وكلام تقدر تقول اللي نتحدثوا به حنايا في الشارع تاعنا في حياتنا اليوميه نعم. فهمتني هو اللي تقرب اكثر للمستمعين سي بور سا تلقى الناس بزاف تسمعوا باسكو سي سامبل فوالا يحكي بكل طلاقه بالدرجه تاعنا سي بور سا تلقى الناس طيب شاهين ما نشوقوش المشاهد اكثر دائما يحب هذا الطابع يحب يستمعه يلقى نفسه فيه لانه يلقى هذيك الرساله الموجهه يستمتع حتى بالاداء فلو تسمعنا اليوم بادائك نفضل اسمح لي انا نفضل انه نغني اغنيه رايويه حبيت نعم تفضل طيب نخليو طابع الزنقاوي ربما في الاخير نختموا به هو ممكن او يفضل الطابع الرايوي لانه بعد على الطابع لا انا نميل اكثر للاغنيه الرايويه صح بدايته كانت زنقاوي نعم بدايه كانت زنقاوي وما زال ان شاء الله نكملوا فيها زنقاوي ان شاء الله تفضل الو ينوصي العاشق ان لربي كبده اسبق ليلو يا ولي بلا توشي محناها يصبر لادبها وياها شكون لي من فيك احلى العين ويعطي قلبه هديه بغيتك انا وخدعتيني يا الجن يا مانا 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 الله عليك يعني ممكن الان غنيت لنا ربما اغنيه رايويه وش هي علاقتك بالراي؟ والله وخصوصا وانه لما غنيت لنا اغنيه الان هو عباره عن استخبار بسيط من احد الاغاني الراياويه حسيت انك لوهله انك ربما عاشق للاصوات القديمه اصوات الاغنيه الوهرانيه الاصيله اكيد المرحوم شاب حسني ربما خالد بلاوي الهواري ايفيكتيفمون بلاوي الهواري حتى اللي كانوا في ليزاني 2006 2007 فوالا اللي لقاو روايات كبير وكانت نقيه كان راي مسموع انه الكلمات ربما طبعا يعني بين جيل وجيل فالاكيد تبدل ولكن ماشي لهالدرجه طبعا ولكن كاين طبعا اللي مازالهم حافظين على الكلمات النقيه الاداء الصحيح اكيد مازالهم محافظين لحد الان وان شاء الله احنا نتمناو انه الاغنيه الرايويه ما تضيعش بين ايادي نعم لكن الان يعني في ظل كل هذا احنا نتفائلوا شوي يعني ما نروحوش فقط للجانب ربما المظلم عن الجانب المشرق في الاغنيه الرايويه شكون هي الاصوات اللي تشوفها انه تمثل الاغنيه الرايويه حاليا والله الشاب خالد من غير ممكن من غير الشاب خالد لانه الشاب خالد ربما حاليا خرج من اطار الجزائر ونرجع صوت عالمي يعني نحكي في داخل الجزائر يعني في الشباب لو قعد الشاب واحد في الأغنية الرايوية والله من أحسن الأصوات يعني ما تشوفوش فقط في طابع الصيفي ياسين تيجر فتحي المنار فوالا هذو من بين أنجح الأصوات وفي الأصوات النسوية؟ أصوات النسوية والله ما نذكرش لأني ما نسمعهاش
يعني انت تفضل او تشوف هذا الطابع على الراي انه من الافضل انه يؤديه رجل؟ يؤديه رجل يعني. من الافضل. حتى العيطه لازم تكون تاع رجل. العيطه والاستخبار. لكن مهما يكون في اصوات يعني نقدر نقولوا في اصوات نسويه اثبتت جدارتها في الطابع الرايوي خصوصا خلال الايام الاخيره وين شفنا يعني مثلا لمية بعطوش وامل سكاك يعني خريجات الحان والشباب خريجه ربما ذا فويس تغني الطابع الرايوي بطريقه رهيبة جدا. صحيح. وحتى سلطانة الطرب فلة الجزائرية غنت مع بلال. أكيد فلة الجزائرية وبلال نسينا بلال. يعني ذكرتك بلال. والله نسينا. لا أنت قلت له من الجيل الحالي فيعني شاب بلال غني التعب عن التعريف. نعم بلال صغير أيضا. نعم طيب شاهين أنت مش فقط مغني وإنما ممثل كذلك يعني فنان شامل ولينا حتى نشوفه في الآونة الأخيرة أنه فنان يتوجه للتمثيل أو ممثل يتوجه للغناء كيفاش حتى توجهت للتمثيل؟ والله قلت بوكو با نخوض هذه التجربة وكنا نديرو دي بودكاست يعني كوميك في قناة خاصة وما نتحدش يمكن انا نقيمها انها ما نتحدش ولكن نعرف كفاءتي نقدر يمكن غدوه من غدوه ان شاء الله اسمح لي فقط يعني تحب تبقى في الغناء والله لما لا نجربهم الاثنين يعني ما دام فيه طاقه كافيه يعني بامكانك او راك حايب تجرب تجربه اخرى في التمثيل لانه بدايه قلت لي التجربه الاولى للاسف ما كانتش ناجحه انا ممكن نقيمها ما كانتش ناجحه وان شاء الله يمكن بوركو بار تجارب اخرى لكن لو نخيروك بين الغناء والتمثيل واش تختار؟ والله الغناء 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 نلقى راحتي يعني تلقى حتى ولو يعني حتى ولو ما ننشروش الاغاني في لي ريزو سوسيو ولا تلقاني حتى في قاعده مع اصحابي هكا بلي جيتار صامسي في نعم وربما في الغناء يعني كما نعرفوا انه خلال ربما السنوات الاخيره وحتى يعني قبل ربما سنين دائما عندما يرحل فنان او يبقى فنان يخلد اسمه داخل الساحه الفنيه يعملوا له ربما الشباب الجداد يعملوا ديكوفر يعملوا ربما يعيدون احياء العديد من الاغاني هل راح نشوف ربما شاهين يعيد احياء اغنيه من اغاني الراي القديم؟ اكيد ما دبي ان نعاود اغنيه تاع حسني ولا اي راحل يعني خلى لاطراس خلى بصمه في هذا المجال مثلا لو تجيك فرصه يقولوا لك اعد احياء اغنيه واش تختار واش من اغنيه؟ يمكن الحسني مثلا واش من اغنيه؟ نقولوا طال غيابك يا غزالي سمعنا مقطع منها ما فيش مشكله على يلا تفضل يلا تفضل طال غيابك يا غزالي راكي طولتي في الغربة شديتي الحقدة دلالي عليا وعلى سد الغضبة مازال كاين الاسبوار علاش كانك قطعوا ليا ناس اني جامي تروطار مازال نبغيك يا بنت الناس الله عليك عايشك نعم طبعا سمية. ذكرتنا للمرحوم الشاب حسني اكيد اللي خلى يعني وراءه ارث فني كبير وشفناك يعني غنيتها بلمستك الخاصه فربما كما قال لك عبود لو انت راح تعاود تادي هذه الاغنيه كوفر يعني وش هي الاضافات ولا الروتوشات اللي راح تضيفهم عليها طبعا الاغنيه تبقى كما هي ولكن راح تضيف لها شيء هي باش يعني كما نقولوا احنا قيسوا عصفورين بحجر يمكن تبدل بعض الآلات ولا تقحم عليها بعض الآلات ولا لأنه الغنية بحد ذاتها هي غنية نظيفة جدا يعني ما شاء الله يعني يعني يمكن تغنيها على جيتار هكا برك سولو بالجيتار ولا ديكورد في الجيتار وتطلع في نوتات وتحبط في نوتات فوالا
هذا واش تقدر تبدل. وحتى يعني هشام شاهين اقول عفوا لانه الاسماء دائما تختلف، كان حاضر معنا هشام لذلك يعني نعم قافي دهنه وعبود اكيد. شاهين لو مثلا كما نعرف انه خلال ربما السنوات الاخيره فيه بعض الدول او نقول يعني نسميها الدولة الجارة تقول أنه الراي ملكي وذاك ملكي وذاك ملكي وذاك ملكي، يعني ربما ملكت نفسها عديد مش فقط في الغناء عبود، يعني التراث اللباس التقليدي حتى الأكلات. نعم فوش رأيك في هذا الموضوع؟ نحن والله بالرغم من أنه سمحني عفوا بالرغم من أنه أنا أصبحت ربما فنانة مغربية طلعت قالت أنه الراي الجزائري ما خارج من بلعباس، وفي فنانين اللي وصلوا حتى للعالمية يعني. أكيد يمكن بلاوي المرحوم بلاوي الهواري كانت عنده جنسية تاع الجار نقدر نقول احنا. والله شوف الراي جزائري محض، وانا نقول اليوم اكيد احنا نقولوا ضربنا مثال ببلاوي الهواري اكيد كاين اللي سبقوه من قبل، ولكن الراي جزائري يبقى الراي جزائري، وحتى تراثنا ما تقدرش تمس فيها. طيب شاهين انت ربما بصدد التحضير، ما نقولكش بصدد التحضير لألبوم معين ربما سينجل، لانه حتى نشاهدوا في الاونه الاخيره معظم الفنانين يعني ولاو يعملوا دي سينجل مش البوم، يقول مش لك كليب يعني. مش كليب مش البوم، يقول مش لك يمشي لي اكثر، لانه يقول لك نعمل سينجل الان حتى نروج لهاد الاغنيه، وحتى بعدها يعني ما ياخذلوش مال كبير، سينجل اغنيه واحده مصوره فقط. من ناحيه الانتاج من ناحيه التوزيع وغيرها، فربما نحكيو عليك في تحضير، راك تحضر لشيء معين ان شاء الله؟ والله انا بصدد تحضير اغنيتين ان شاء الله، السينجل القادم راح يكون كيفاش نقولوا احنا في القريب العاجل. في القريب العاجل ان شاء الله نقدروا يعني سجلتوا صوتا؟ سجلناه صوتا و سجلناه يعني ديو يعني شوفوا فرقة اعطنا شوية حصريات يلا في الـ في الـ في الطابع الزنقاوي تقدر تغني اون سولو ويقدروا يعاودوا موراك لي كوراليس كيما راهم يديروا كاع دونك قعد لنا تصوير ان شاء الله ما بقاناش بزاف ان شاء الله. تصوير للكليب ام تسجيل الاغنية؟ لا تصوير الكليب. تصوير الكليب تصوير الكليب لا تصوير الكليب احنا سجلنا الاغنية بعد لنا تصوير ان شاء الله على حسب ما قلت هي اغنية زنقاوية. نعم قال لك اغنيتين الاثنين على واش تحكي؟ هي والله تحكي على الصحبة الغدار فوالا. ومع من تعاملت في هذه الاغنية؟ والله تعاملت مع الجروب ديالي القديم اللي بديت معاه فيرونا ستار. فوالا فيرونا ستار، تحياتي اليوم تحياتي الامين وتحياتي لمحمد. نعم فقط شاهين قلت لنا اغنيتين انا عمه. نعم الاغنيه الثانيه مازال ما سجلتهاش؟ مازال ما تسجلت ما تصورت. اي طابع حتكون؟ راح تكون ان شاء الله كوفر راياوي. كوفر راياوي نعم. اي نعم. فنان خليها مفاجاه يمكن. اعطينا فقط الفنان يلا مش الاغنيه. بلال صغير. بلال صغير نعم نعم. ربما خلوا المشاهد يحذر يقارع وش هي الأغنية، يروح يتبع كامل أغاني بلال الصغير وربما راح يعرف واحدة من أغاني بلال الصغير راح تكون ربما بصوته. صح لي فقط أول مرة راح نعاودوا له بلال الصغير كوفر على ما أظن. لا هو تعادلوا من طرف بنات شباب تعاودوا بلال الصغير من دول شباب كثير من خصوصا من المغربيات بنات المغربيات. أنا راني شوية قديمة. لا لا تعاودوا خصوصا البنات المغربيات وشفنا أصوات رهيبة جدا ما شاء الله عليهم يعني غنوها وأعطوها حقها ونشوفوا أنه الكوفر ولاو يضيفوا له أشياء جديدة توزيع جديد وهذا اللي يميزها يعني يقول لك القديم القديم ما نفرطوش فيه وجديد نحبوه أكيد. وبالنسبة للتمثيل شاهين هل في أعمال ربما قادمة؟ هل تقدم لك ربما عمل؟ لا والله التمثيل ما تقدم لي حتى عمل
ان شاء الله نحاولوا في الفرص. طيب شاهين، ما تحاولش ربما تعمل مع مجموعه معينه؟ يعني نشاهد ربما الان في مجموعه من الشباب، لانه يقول لك المنتجين يقول لك هذا الشيء غالي، يعني ما يتواصلوش معنا، فيحاولوا يعني هما اللي مثلوا كل شيء، يعني هو يعمل الممثل، السيناريست، المخرج، يعني حتى نشوفوهم عبود حتى يصوروا بالهاتف تاعهم وبوسائل جد بسيطه. ربما ما جاتكش هذه الفكره حتى تعملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، احنا اصلا كنا نديروا هكذا في، بدينا اصلا بالتليفون. نعم، بدينا نفيلم بالتليفون، بعد تشاركنا بيناتنا وشرينا كاميرا، بدينا بالعقل بصح يكذب عليك، لازم يكونوا الامكانيات. لازم توفروا الامكانيات، سينو ما تقدرش تحقق. ولكن شاهين، المهم انك بديت، حتى لو كانت كما قلت لي تجربه فاشله، ولكن ان شاء الله تكون في محاولات اخرى. اكيد دائما يعني عديد المحاولات تكون فاشله، لكن في كل هذا تظهر محاولة ناجحة. شاهين، ذكرت لنا الآن مواقع التواصل الاجتماعي، هل أنت ناشط داخل مواقع التواصل الاجتماعي؟ والله أنا ناشط في كاع لي بلاتفورم، تلقاني في الانستغرام، تلقاني في اليوتيوب، فيسبوك، تلقاني في كيف ناشط؟ يعني تتواصل مع معجبيك أم تحط الأغاني؟ ما عنديش عدة من المعجبين، يعني دير بثوث مباشرة، ندير بثوث مباشرة و تغني فيهم أو نحط فيهم فيديوهات تاع أغاني في كاع لي بلاتفورم، يعني في كاع مواقع التواصل. طيب ربما فكرش تشارك في مسابقة معينة، نقول ربما مسابقة خارج الجزائر، مسابقة عربية عالمية؟ استنينا حتى نشارك في مسابقة داخل الوطن ومن بعد نخرجوا من الوطن. كاين يعني ما شاء الله كاين مسابقات كثيرة، كاين مهرجانات كثيرة، مثلا كاين المسابقة الرايوية، كاين مهرجان الراي. والله نحاول ان شاء الله باذن الله، نحاول. انا ماذا بيا لو كان لقى مسابقه ندخل فيها، سواء في الجزائر او خارج الجزائر. والله ندخل على طول الجزائر ولا خارج. انا تكلمت خارج الجزائر لانه يعني معظم المتسابقين اللي كانوا يشاركوا داخل الجزائر عاودوا شاركوا خارج الجزائر، دائما يحبوا اكيد باش يوصلوا اكيد الاغنيه الجزائريه الى العالم العربي، الى العالم. مثل الوطن خارج في الخارج يعني. وقلال يعني نقدروا اللي قالوا اللي حاولوا انه يوصلوا الاغنيه الرايويه، ممكن واحد او اثنين اللي غناوا راي في المسابقات العربيه، يعني ما كانش عدد كبير منهم اللي غنى الراي. في كثير منهم، في يمكن في مؤخرا في حسين بالحاج واجراد يغرطة فقط اللي غناوا الراي. اجراد يغرطة حسين كذلك غنى الراي بصوت اوبرا. حسين بالحاج ما شاء الله عليه، من انجح الاصوات. نعم، ايضا على ذكر ربما المسابقات والمهرجانات، شاهين وش رايك في واقع المهرجانات الجزائريه؟ مثلا مهرجان تمكعد جميله، مهرجان الراي الوهراني، يعني هي مهرجانات يعني يقف على منصتها عديد الفنانين. يقف على منصتها عديد من الفنانين الكبار، وفي او تمنح الفرصه للعديد من الاصوات انهم يبرزوا ويثبتوا حضورهم في داخل هذه المسابقات، يعني مهرجانات داخل المهرجانات عفوا، يعني حتى مهرجان الاغنيه الرايويه تلقى فيه بزاف اصوات، يعني اللي تقدر تبرز وتثبت نفسها في الساحه. دونك احنا ماذا بينا ان شاء الله نحاولوا وتبرز اكثر في هذا الصعب في الراي. ماذا بينا ان شاء الله. عبود يعني شاهين وحاب يكمل في الراي، طبعا الراي ان شاء الله، علاش لا؟ لا نعم سميه، نعم شاهين ربما كلمه اخيره توجهها لجمهورنا، رساله ربما لجمهورك اللي راهو يشاهد فيك. والله اولا نشكركم مره ثانيه على هذه الاستضافه. نعم، وسعيد بوجودي في قناه الوطنيه. انا نفضل اني نوجه رساله للناس اللي كيما انايا، نقول لهم يعني قاعد تحاولوا، حتى مهما تغلقت الابواب وقاعد تحاول وقاعد تكون باطي باش تلحق ان شاء الله. نعم، وباش تبرز صوتك وباش تثبت روحك في الساحه. نعم، لانه ماشي من السهل يعني.
إن شاء الله. نعم، وأكيد يعني دائما الإنسان لازم يحاول. أكيد المحاولة لازم حتى واغتنام الفرص كذلك لازم. حتى إنك فشلت لازم تتعلم من الفشل تاعك، يعني لازم تكون محبط. نعم صحيح. نعم، نشكرك على حضورك معنا شاهين، شرفتنا. شرف لي. نعم.